قصة زينة قصة فرح أو قصة حزن؟ قصة حزن. من كم سنة بلشت؟ 18 سنة. إذا بدك توصفي لي 18 سنة، كيف توصفي هال 18 سنة؟ أنه بالقتل وبالضرب. أنا عملت شهر العسل أنا وياه، بعد جمعتين صار فيني هيك. زينة امرأة صار لها 18 سنة، امرأة معنفة. بعده زوجك لليوم؟ نعم. 18 سنة شو عم بيعمل؟ بفش خلقه فيني، بيضربني بيحطني على الحيط وبيقتلني وكسري لك سنيني كسري اياهم. شو الأسباب يلي بتخلي هذا الرجل يضرب زوجته؟ بكون معصب وبيجي بفشه. بتحاول تدافع عن نفسي؟ ايه بدافع عن نفسي، بس بدلو كمشني حتى يضربني. لأي أسباب بكون عم بيضرب؟ يعني شو بكون صاير بخلي هذا الرجل يتصرف بهالطريقة مع مرته؟ بقول له أنا يا زلمة بدي هالشي، ما في إنه يقدر إنه يجيب لي هالشي إنه بيضربني. بتسألي لي ضربتني؟ ايه بيطلع عبيله. ايه 18 سنة. نعم. وأنت امرأة معنفة، حكيتي مع أهلك؟ أهلك ما سألوكي ليه سنانك هرو؟ بلى. قدرت تقولي لهم الحقيقة؟ لا. شو قلتي لهم؟ بس قلت لهم لأهلي هال، قلت كلسيون. ليش ما كنت تخبري أهلك إنه كان يضربك؟ كنت كل ما بدي أروح أقول لهم لأهلي، يجي كل ما بدي أروح عند أهلي يقول لي أمي طلعي من البيت، ما بقى تفوتي على البيت لعندي. شو الأرحم، العنف أو الطلاق؟ الضرب أرحم. الضرب أرحم من شو؟ من الطلاق. بس أنت عم يضربك جوزك؟ ما عم يضربني. ليش بدك تقبلي إنه يضربك؟ ما حدا بيوقف حدي وما بيصدقني انه هو. حسن، الك كم سنه بتعنف زوجتك؟ بحدود العشر. الك كم سنه مزوج؟ قري 19 سنه. زوجتك مبسوطه بالزواج؟ هي امراه سعيده او امراه محطمه؟ لا، هي عندي انا سعيده بس هي ما عم ترحمني. اذا بتعرف انه مرتك امراه محطمه، هيدي رجوله او لا رجوله؟ لا رجولة. رجولة انه تكون قاعد مع مرة مش مبسوطة معك؟ لا مش رجولة. لا مش رجولة. انت عم بتقول لي زوجتك هي امرأة سعيدة بزواجكم، ليش امرأة بتضرب بدها تكون امرأة سعيدة بزواجها؟ بتكون مبسوطة بدها تعيش مع اولادها. بدها تعيش مع اولادها. انت برأيك زوجتك مبسوطة؟ هلا انا بعرفها مبسوطة. اذا بقول لك انه هي امرأة معنفة محطمة مدمرة ومش مبسوطة، طيب أنا شو بيطلع بيدي؟ إذا ما أنا مبسوطة فيها تروح عند أهلي. أنا ما عندي مشكلة. ليش كسرت لها سنينها؟ ما أنا كسرت لها يون، أنا بضربها على جسدها من هون على الجنب بس، أكثر ولا أقل. بس 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 على تمها يشهد الله ما ضربتها. هيدا عطر الشوكولا وعلى شرب الأسيد. ما أنا نزلت لها يون، لك هي منزلت لي هون. شو هالحكي؟ ليش ضربتها بالخفانة؟ معلش كل شيء له حدود. ليش ضربتها بالنربيش؟ ضربتها بالنربيش عم حسبها. ليش ضربتها بالخفانه؟ ضربتها على الحيط ما ضربتها عليه. واذا اجت عليها؟ اذا اجت عليها بتعور بتطلعها. بتفوت على الحبس. شو المشكله يعني؟ ليش ما بتطلقها؟ هلا بتطلقها هي ترضى بس. هي تقول له لعوضي انه انا ما بدي اياه وشو بتطلقها ولا ما بتطلقها. 26 اب الماضي شو صار؟ 26 آب شو صار؟ يوم اللي أنا نزلت على المقبرة تشكت علي مشين هذا الموضوع. أكلت قتلي يعني. ما هيك؟ قديش فت على الحبس؟ أنا ولا دقيقة. ما في شيء. أنا هجرت قلت تحت لي تعود. ما علي. زوجتك كانت ضيفتي. وزوجتك خبرتني قصتك. زوجتك امرأة معنفة. زوجتك امرأة مدمرة وامرأة بدها مين يحميها. امرأة لجأت للقانون وامرأة اشتكت على زوجها كرمال القانون يحميها. ليش من بعد ما راحت على المخفر وقف حسن يضربها؟ ما في شيء بس قال لي تبع المخفر من لو ده بتحكيه وقفت. ليش؟ ما بقدره. يعني من بعد ما زوجتك عملت اول خطوة قلت ما بقى تضربها. من اليوم ورايح كيف رح تتفاهم انت وياها؟ رح احاول بالحوار معي، اذا اقتنعت وفهمت علي عرفت لي فانا معي.
ما اقتنعت انا بره. وقعت شرف بمد ايدي عليها مدى العمر. منيح؟ بتوعدها قدامها؟ انا بقول لها قدامي. بتوعدها؟ كيف لك يا ام ولادي هيدا بالنهايه. أنا وعدتك إنه الليلة بدها تنتهي مأساتك. الليلة حسن قدام الكل بده يقول لك شيء. هو ديك إني ما بدي أدي عليكي بول. وعدك بدموع هالمرة. هيدي الرجولة. اليوم حسن اللي اخذ موقف رجولي ووعدها قدام الكل انه ما بقى يضربها. اليوم ليلى حسن كيف بده يعوض لها 19 سنه عذاب؟ وكيف بده يعوض لها دموع الليلى؟ ضحكت. كلمة كلمة اعتذار عوضت لها 19 سنة عذاب. كلمة اعتذار رجعت ضحكتها. واللي بفرج الليلة انه اعتذارك صادق لدموعي اللي عم شوفها واللي كل المشاهدين وكل الرجال عم بتشوفها بعدين. وصحيح يمكن لحظة مش ممكن تعوض لعنف 19 سنة، ولكن هيدي اللحظة ممكن تأسس لحياة جديدة.